معكم مشاهدينا دفق الشروق الصباح الحي، نوع من التقارير اللي دائما بتأتي صباحا عبر صباح الشروق، هي بتدوب كل مناطق السودان كشمس الشروق، يعني بتوحدنا نحن. ففي في مناطق كبيره برضه بتظل راسخه في عقولنا، لانه المناطق دي فيها ارث حضاري كبير جدا، مثلا نوري، تفاصيل مختلفه من الارث الحضاري والاهرامات المميزه، حتى انسان المنطقه وطبيعه حياته من خلال تقريرنا القادم مشاهدينا. مدينة نوري هي إحدى مناطق الجمال والجذب لدى سكان محلية مروي وسكان الولايات الشمالية بصورة عامة. تتخذ المدينة من النيل عباءة للفخر والاعتزاز، تتمتع بطبيعة هادئة تحفها بساتين المانجو والنخيل من كل الجوانب. عرف إنسانها الحضارة بطبيعة الحال وبحكم المكان الذي يستند على تاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم. عرفت المدينة التعليم منذ قديم الزمان، فكان أن خرجت العديد من الرواد في هذا المجال في كافة التخصصات وضروب المعرفة. الحركة التعليمية بالمدينة لها من القصص ما يجعل من شاهديها يرسمون منها لوحة للذكرى والتأمل في سنين الشباب والعنفوان. إنسان المدينة مزارع بالفطرة، خبر الزراعة وأصبح بها من العارفين بخباياها. بها مشروع نور الزراعي، والذي يعتبر من أعرق المشاريع الزراعية بالولاية بإنتاجه أكبر الكميات من المانجو وبأصناف جيدة تسهم في صادرات الولاية البستانية والزراعية بصورة عامة. ابتكر مزارعو نوري تجربة الأندية الزراعية، فأسسوا نادي نوري الزراعي عرفانا بدور الثقافة والفنون وربطها بمهنة الزراعة، ليكون إنسان نوري مزارعا ومثقفا ملما بقضايا المنطقة، مسهما بوعيه وخبرته في نهضة مجتمعه والمجتمعات المحيطة، حيث يعتبر نادي نوري الزراعي بمثابة شيخ الأندية، والذي أنشئ مرادفاً لمشروع نور الزراعي. ما يعتز به شباب المدينة في تلك المنطقة يتمثل في صور شتى، من بث النجوى للنيل والتغني بجمال الأمسيات الحالمة على رمال الأنس وقمر الحكايات المرتبطة بالصبا، والشعر الذي يبرع فيه معظم الشباب بالمدينة، صاغوا الكلام حبا وهياما لأرض تحن إليها قلوبهم كلما ارتحلوا عنها، لتكون العودة إليها منتهى الآمال والأحلام. كما أن للشباب بالمدينة ارتباط وجداني بعمل الخير والنفير والندة، يلتقون عند كل ما يجمع الناس بعضهم ببعض، حيث يتميز الشباب في أحياء المدينة بالمثابرة والتواصل، يحملون هموم وآمال مناطقهم والتي بطبعها تتعلق بالنيل والأرض والإنسان. وبمثل ما يحف النيل مدينة نوري وينحني عندها بشيء من الفخر والاعتزاز، تحف الطبيعة الزراعية مساكن الناس من كل الأطراف، ليكون حسن الجوار لغة مشتركة للتفاصيل التي تكون الحياة بهذه المدينة.